ده شكل البروجكت بتاعنا قبل ما نركبه. زي ما احنا عارفين ده البرين وده الموتور ودي التولز بقى، في كونكتور وفي الاكس كونكتور، بعدين هنركبه مع بعض. ودي ستيب 2 معانا، هنبتدي دلوقتي نعمل ستيب 3. اول حاجه ان اول ما نضغط اوكي بتظهر حاجه اسمها ماي فايل، نضغط اوكي سوفت وير فايلز، هنا بتيجي اسم البروجكت اللي احنا اوريدي محملينها من على النت. نيجي على ميني جولف ندوس ستارت، هنا في حاجه اسمها بوت وحاجه اسمها درايف، دي اللي احنا قلنا دي الليمتس بتاعت الضربه بتاعتنا، في السوفت في الميديوم في الهارد. نبتدي بقى نضغط